شهدت المناطق الشمالية خلال الأسبوع الجاري تساقط أمطار بكميات معتبرة. هذه الوضعية الجوية رافقها تراجع ملحوظ على درجات الحرارة القصوى والدنيا، وهذا بسبب تمركز منخفض للضغط الجوي قادم من شمال أوروبا. هذا وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية عودة الاستقرار تدريجيا بدءا من يوم الجمعة على جل المناطق الشمالية، مع ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة القصوى، في حين تبقى الأجواء مستقرة على الجنوب. بالفعل تتوقع مصالح الأرصاد الجوية إن شاء الله ابتداء من يوم السبت عودة الاستقرار من جديد بعد سلسلة الإضرابات الجوية التي شهدتها المناطق الشمالية، ولكن تبقى دائما بعض الرعود متوقعة في أواخر النهار على المناطق الداخلية خاصة منها الأوراس، لكن ما سوف يميز الوضعية الجوية هو عودة درجات الحرارة، يعني عودة اللطافة للجو من جديد. فنتوقع إن شاء الله حوالي 28 إلى 32 درجة مئوية على المناطق الساحلية، المناطق الداخلية قد تصل حتى 36 درجة مئوية، وهذا على المرتفعات الشرقية للوطن. بالنسبة للمناطق الجنوبية للوطن تبقى كذلك وضعية مستقرة، الأجواء بصفة عامة هي شبه غائمة، ولكن تبقى دائما بعض الخلايا الراعدة المنعزلة متوقعة في أواخر النهار خاصة على منطقة أقصى الجنوب وحتى منطقة الهجار والتصيدي. درجة الحرارة على المناطق الجنوبية مستقرة حوالي 32 إلى 38 درجة مئوية على الخط الرابط ما بين الجنوب الغربي وشمال الصحراء، أما أقصى الجنوب قد نسجل حتى 44 درجة مئوية، وهذا بإذن الله. دخول مبكر لفصل الخريف هذه السنة جعلنا نعيش أجواء خريفية في عز الصيف، مما ينبئ بموسم وفير.